بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها وبكل قوه عن الاكاذيب والشائعات ضد النادي الاهلي في الاعلام الابيض. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نروح على اول فقره معانا مع شريف اكرامي. شريف اكرامي حارس مرمى النادي الاهلي السابق، شريف اكرامي حارس مرمى بيراميدز، شريف اكرامي اللي لما اتسال عليه مارتينيول في مؤتمر صحفي لاحد مباريات النادي الاهلي قال انا عندي حارس مرمى لو اتشاط عليه ثلاجه هتخش جول. شريف اكرامي اللي رينيه فايلر واحد من المدربين اللي حققوا نجاحات مع النادي الاهلي على مستوى الاداء والمستوى الجمالي والفني الراقي للاعب النادي الاهلي، لما سأله شريف نفسه وده على لسان شريف انا ايه ترتيبي بالنسبه لحراس المرمى بالنسبه لك، قال له انت مالكش اي ترتيب. شريف اكرامي اللي وصل سنه ل 39 سنه النهارده وهو مع بيراميدز صفر بطوله. شريف اكرامي للموسم الثاني على التوالي سنتين من 39 سنه عمر شريف اكرامي صفر بطولات مع بيراميدز. ده للمستوى بتاعه او مستوى بيراميدز ما يفرقش معايا، لكن المؤكد بالنسبه لي ان شريف اكرامي كل رصيده من البطولات حصدها فقط مع النادي الاهلي. حصل 7 دوري مصري مع النادي الاهلي، حصل 1 كاس مصر، 5 سوبر مصري، 2 دوري ابطال افريقيا، 1 كونفدراليه، 2 سوبر افريقي، وبطولة افريقيا للشباب. ده ملوش غير معنى واحد بس، ان الوجود او التواجد في النادي الاهلي فقط هو الطموح ذاته. ممكن تبقى حارس مرمى مش قد كده او لاعب مش قد كده، وبالرغم من ده ارتباط اسمك بالنادي الاهلي يخليك تحقق ارقام ما كنت تتوقعها او تتخيلها في حياتك كلها. والدليل او ابرز مثال شريف اكرامي. اكرامي ما حصلش على اي بطولات بره النادي الاهلي. اكرامي اللي مديرين فنيين كتير كانوا شايفينه حارس دون المستوى، وبالرغم من ده عمل تاريخ. عمل تاريخ بايه؟ هل هو اللي عمله؟ لا، النادي الاهلي هو اللي عمل له هذا التاريخ. الاستاذ الاخ باتريس متسبي الدلدول الجديد بتاع الكاف وبتاع فوزي الملقح، نادي الاهلي والاتحاد الافريقي لكرة القدم ما اكتفاش بتوجيه البطولة الاخيرة في دوري ابطال افريقيا لنادي الوداد المغربي بمشاركة ومعاونة ودعم من الاتحاد المصري لكرة القدم، وده اللي كشفته لجان التفتيش والتحقيقات الخاصة من وزارة الشباب والرياضة، أن المتسبب الرئيسي في عدم لعب مباراة الأهلي على ملعب محايد على الأقل هو الاتحاد المصري لكرة القدم. عايز أقول لك أن الاتحاد الأفريقي بيهدد بإيقاف لاعب النادي الأهلي عمرو السولية بسبب إلقائه أو رميه لميدالية نهائي دوري أبطال أفريقيا. طبعا موضوع الميدالية ورمي الميدالية في ناس قال لك والله أنا لو مكانه كنت رميتها، احنا مش بتوع المركز الثاني واحنا مش بتوع الكلام دوت، وفي ناس قال لك لا ما ينفعش بروتوكولا وأدبيا ما ينفعش انك ترمي الميدالية، لأن معنى كده انك بتقول يعني ما فيش حاجة غير المركز الأول بس. بعيدا عن أصحاب الفريق ده أو أصحاب الرأي ده، كل واحد له رأيه، لكن نادي الأهلي النهاردة بيبعث بخطاب شديد اللهجة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يحذر فيه من فرض أي عقوبات على لاعب النادي الأهلي عمرو السولية فيما يخص واقعة إلقاء الميدالية. الاتحاد الإفريقي في لائحة، لائحة بتنص على ان مفيش عقوبة بدون تقرير. وقعت ميدالية عمرو السولية والقاء ميدالية عمرو السولية في ملعب مركب محمد الخامس بعد التتويج للوداد المغربي
لم يذكرها أي تقرير للسادة المراقبين مراقبي الكاف للمباراة، لا مراقب الحكام ولا مراقب المباراة ولا المراقب الأمني ولا أي حد تبع الاتحاد الأفريقي. ده مش بس كده، لا، الشريط الأصلي الشريط الأساسي للمباراة لم يذكر فيه أو لم يأتي فيه اللقطة بتاعت عمرو السولية وهو بيرمي الميدالية في أرضية ملعب مركب محمد الخامس. عايز أقول لك إن مش بس عمرو السولية هو اللي رمى ميداليته، في لاعيبة تانية رمت ميدالياتها، في بيتسو موسيماني إدى الميدالية لواحد من المصورين أو واحد من الولاد بتوع الكور. فالنادي الأهلي بيحذر إن الاتحاد الأفريقي يتجاوز اللوائح اللي بتنظم المباراة أو البطولات، وإنه يكون في إيقاف أو عقوبة على عمرو السولية. البعض شايف ان لعيبه النادي الاهلي غضبانين وبداوا يتكلموا على ان اللعيبه غضبانه واللعيبه زعلانه واللعيبه متضايقه. متضايقين من ايه يا جماعه؟ يا اللي مش عايزين الاهلي يبقى الامور مستقره فيه. قال لك اللعيبه مش متعوده، احنا في عيد واللعيبه عايزه تخرج، اللي عايز يروح الساحل واللي عايز يعيد مع اهله واللي وفي عدد من اللعيبه كلم سيد عبد الحفيظ واللعيبه مستاءة واللعيبه غضبانه. حقيقه الامر لعيبه الاهلي ملتزمين جدا 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 بكل قرارات السيد ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الاهلي، ومفيش اي لاعب ابدى امتعاض او اعتراض على قرار التدريب يوم عيد الاضحى المبارك. لعيبة الراجل منحهم فرصة لحد الساعة 5 مساء، عايز تضحي عايز تعمل اي حاجة اعملها، بس التدريب الساعة 5. احنا في فترة مفيش فيها راحة ولا اجازات ولا اي حاجة، لابد ان احنا نستغل الاسبوع اللي قبل مباراة فيوتشر عشان نصلح الاخطاء. ولعيبة النادي الاهلي احقاقا للحق مدركة للموقف الصعب اللي فيه النادي الاهلي، سواء كان على صعيد المباريات الصعبة أو على صعيد الأخطاء اللي لازم المدير الفني يتداركها خلال الفترة الحالية. أي حد هيطلع يقول إن لعيبة الأهلي أبدت غضب أو ثورة أو مش عارف إيه، قول له أنت هبيد وبتهبد على الفاضي وخلاص. صديقي الزملكاوي أينما كنت، How are you؟ تحياتي لحضرتك ومني ليك طبقين بليلة ترتب بيهم على قلبك، بليلة ساعة مش سخن، جرب كده كل البليلة الساعة تلاقيها حلوة بترطب على القلب. عايز اقول للزملكاوية القرن الجديد ربعه قرب يخلص، ربع القرن الجديد طار ولسه جمهور الزمالك عايش على اطلال القرن الماضي. جمهور الزمالك السنة اللي فاتت طلع خالد الغندور وأحمد عفيفي وأحمد عيد عبد الملك ومجموعة من الناس المشاهير على السوشيال ميديا، عملوا دعوات خطيرة جدا للمطالبة باستعادة اللقب الغالي، اللقب المفقود، لقب نادي الأرن الحقيقي. مش بس كده، لا، ده الزمالك عمل يافطة ولحد النهاردة في قضية منظورة بتعويض للنادي الأهلي قيمته 50 مليون جنيه بسبب هذه اليافطة، كتب عليها نادي الزمالك، نادي الزمالك نادي الكرن الحقيقي بدون محسوبية ولا مجاملات، والتسعة أكبر من السبعة أو السبعة مش أكبر من التسعة. وطلع الأخ أحمد عيد عبد الملك قال لك أنا بقترح اقتراح يوم 9/7 من كل سنة يعني نحتفل بهذا التاريخ وهذه الذكرى عشان نفكر كل الناس ان الزمالك موجود، ان حق الزمالك مش هيضيع ابدا ابدا. امبارح كان 9/7 بالمناسبة، السنة اللي فاتت فاكرها زي النهاردة. اللي عملوا نادي الزمالك بالظبط ان هم جابوا ليزر، شوية ليزر وقعدوا يلعبوا بالليزر
وشويه بومب على شويه شعب ايطاليا وفرقع فرقع فرقع بوم 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 بوم. هو ده الاحتفال بتاع الزمالك. السنه دي الناس نسيت. السنه دي الناس قررت ان هم يعملوا هاشتاج يطلعوا فيه الطاقه بتاعتهم ويطلعوا ويطالبوا بحقهم فيما يسمى اكذوبه الكرن الحقيقي. عملوا هاشتاج خلال ساعتين ما كملش حوالي 20,000 تويتة. عايز اقول لك السنة اللي فاتت النادي الاهلي وجمهور الاهلي كانوا دشنوا هاشتاج تحت عنوان اضحوكة القرن. عايز اقول لك ان خلال ساعات كان متصدر الاول عالميا بمليون تويتة. مليون تويتة. النهاردة جمهور الزمالك بيعمل هاشتاج بيذكر فيه ان هم نادي الكرن الحقيقي. طلع ترند رقم 4 على مصر، مش على العالم، على مصر. وبعدها سقط، سقط الترند وفشل المخطط الزملكاوي لترند نادي الكرن الحقيقي. ده ان دل بيدل على رقم 1، وده اهم حاجة بالنسبة لي، مدى شعبية وجماهيرية نادي الزمالك. قارن كده نادي الاهلي لما بيعمل هاشتاج، وشفنا ده قريب في موضوع نهائي دوري الابطال الاهلي والوداد. 3 ايام ورا بعض بتعمل 3 هاشتاجات كل يوم بتوصله للاول عالميا وبتتخطى المليون تويتة. النهاردة نادي الزمالك بيعملوا هاشتاج ما بيعرفوش يعملوا 50-60,000 تويتة خلال يوم، فبيسقط الترند بتاعهم من الترند رقم 4، بيسقط نهائيا، ما وصلش حتى رقم 1 على مصر. الهاشتاج كان الزمالك نادي الكرن العشرين. لك الله يا زمالك، لك الله حقيقي، لك الله. عايز اقول لك ان في فئة من الجماهير، جماهير متناقضة، النادي بتاعها هو اكتر نادي بياخد دعم من اموال الدولة، نادي بنوك بتديله قروض بدون اي ضمانات، ولما سألنا ايه الضمانات قال لك ده الزمالك عادي جدا. يعني اتحاد كورة بيرخص له وبيديله الرخصة في وقت هو لا يستحق هذه الرخص. تحكيم بيطلع قانون جديد وبيقول لك الاحتواء، وبيعمل نظرية جديدة في التحكيم، الاحتواء. فلوس رعاية بتدفع مقدم قبل اي حد. في نفس الوقت 17 نادي لهم مديونيات قد كده من السنين اللي فاتت. لا، نادي ده بياخد اول باول ويمكن مقدم كمان. نادي مديون لكل مرافق الدولة بحوالي 1.5 مليار. حدش بيتكلم، سمعت حد يتكلم؟ نادي مديون للعيبة في الاتحاد الدولي بحوالي 17 مليون دولار. اعلام بيسندوا ويدعموا، حتى قناة فتافيت السكر بتدعمه، قنوات الاطفال بتدعمه. وبالرغم من ده كله بيطلع مشجعيه يدعوا المظلومية، يدعوا المظلومية. احد المسؤولين عن الكورة في مصر واللي تسبب بشكل او باخر في عقوبة كهربا ال2 مليون دولار، واللي زور في توثيق عقد كهربا او ساهم في تزوير عقد كهربا، الراجل ده راح يحج اليومين اللي فاتوا. الراجل ده منتظره قضية تزوير جديدة بعد ما شارك في تزوير وتوثيق عقد كهربا في الفترة الغير قانونية، بعد ما شارك في إخفاء خطاب الكاف للنادي الأهلي في نهائي أفريقيا، بانتظاره توثيق عقد غير قانوني، مش عايز أقول تزوير جديد، بانتظاره توثيق عقد غير قانوني لأحد الأندية الكبيرة في مصر،
مع لاعب افريقي افواري. اللاعب ده هرب، اللاعب ده ساب فريقه ومشي لانه اتضحك عليه ولده. الولد ده الوكيل بتاعه بالاتفاق مع النادي جابوا ورقه وقالوا له تعالى امضي على الورقه دي المخالصه عشان ندي لك فلوسك. الولد لا بيعرف عربي ولا بيعرف يقرا عربي ولا بيعرف يقرا اي حاجه، وطبعا سلم نفسه للوكيل بتاعه، والولد وقع ومضى. وفي الاخر قالوا له امك في العشه ولا طارت. هذا النادي وهذا الوكيل بانتظار عوده الشخص اللي بقول لك عليه ده عشان يوثقوا هذا التعاقد. قضية جديدة فيها شبه التزوير جديدة. الراجل راح خلص السيئات اللي عليه وهيرجع يعمل سيئات جديدة. هنيالك يا فاعل الخير. شكرا لكم. سلام.